وللمزيد ينضم الينا هاتفيا محمد منصور الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. سيد منصور، بعد التحيه، يعني بشكل مبكر بدات اليوم اجراءات تسليم وتسلم الاسرى والمحتجزين بين حركه حماس واسرائيل بعد تاخرها امس في ثاني ايام الهدنه. برايك ما الجديد في ظل الجهود المصريه ووساطتها في تسهيل هذه الامور؟ تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. يعني في الواقع بالتاكيد يعني ما حدث اليوم ومسار الاحداث اليوم والسلاسه التي لاحظناها فيما يتعلق بكافه التفاصيل المرتبطه باليوم الثالث الهدنه هي دليل اخر على يعني النجاح الذي تحقق امس، لان امس كان اختبارا مهما للوسطاء او تحديدا مصر وايضا للطرف الفلسطيني والطرف الاسرائيلي، لان الهدنه كانت يعني قاب قوسين او ادنى من ان تنتهي تماما. وطبعا في هذه الحاله سوف نعود الى العمليات العسكريه وسوف يكون مسار الحل ابعد واصعب في المدى المنظور. وبالتالي النجاح المصري امس في حلحله هذا الوضع واجبار اسرائيل على العوده الى التزاماتها التي التزمت بها في اتفاقيه او في الاتفاقات التي تمت حول هذه الهدنه. وهنا يعني هنا اريد ان اشير الى ان الاعتراضات الفلسطينيه في الواقع كانت اعتراضات جوهريه ومهمه وموضوعيه، لان الانتهاكات التي لوحظت على مدار اليومين الاول والثاني رغم ان عمليات التبادل تمت بالفعل، ولكن كان هناك انتهاكات وبعض الشوائب فيما يتعلق بمسار التفاصيل التي تمت اليومين الماضيين، سواء فيما يتعلق بتواجد الطائرات بدون طيار الاسرائيليه في الاجواء قطاع غزه، او فيما يتعلق بمحاوله اسرائيل التحايل على مبدا الاقدميه في الافراج عن الاسرى، والى ما هنالك ايضا من انتهاكات اخرى من بينها حتى اطلاق النار في اليوم الاول على بعض العائلات التي حاولت الوصول الى شمال غزه. وبالتالي مصر جعلت او كانت الجهود المصريه سببا رئيسيا في ان تعود اسرائيل للالتزام بما التزمت يعني او ما قالت انها ستلتزم ما وقعت عليه في هذه الاتفاقيه. مصر تداركت الامر وتعاملت معه سريعا. طيب صحيح. كثر الحديث ولذلك اليوم كانت الامور اسلس نعم. كثيرا من امس يعني، ولكن سيد منصور كثر الحديث عن ان هذه الهدنه ربما تمتد لاكثر من اربعه ايام، توقعاتك؟ يعني بطبيعة الحال هناك ضرورة لمد هذه الهدنة في الواقع، لأن إسرائيل قالت أمس على لسان رئيس الأركان وعلى لسان وزير الدفاع، واليوم حتى نتنياهو عندما زار القطاع أكد على ذلك، أن بمجرد انتهاء الهدنة سوف تستأنف العمليات. وبالتالي نحن نعلم جميعا أنه بمجرد انتهاء الهدنة سوف نعود ربما إلى مشهد عسكري وميداني مشابه لما رأيناه في الأربعين يوم الماضيين. وبالتالي الجهود المصرية والقطرية والأمريكية حتى الآن مصبة في محاولة مد هذه الهدنة يومين آخرين. وفي الواقع مد الهدنة أيا كانت عدد الأيام التي سيتم مد الهدنة فيها، هو الأساس فيه هو أننا نكرس أكثر للثقة ونكرس أكثر لحالة التهدئة، لأن استمرار حالة التهدئة عدة أيام سوف يكون بالضرورة دافع في اتجاه الوقف الدائم للوقف الدائم. هذا هو الهدف، هو الهدف الرئيسي من هذه الهدنة منذ بداية سريانها. السيد محمد منصور الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.